اللجنة نفسها. أيوة. من وجهة نظرك أنت أيوة. من الأشطر يعني في الدبلجة الكرتون أيوة. هل هي المدرسة السورية، المدرسة اللبنانية، الأردنية، العراقية؟ كل واحد أو كل جهة لها شيء خاص فيها، بس من الأشطر، من اللي يتقبلون العرب بشكل عام أكثر؟ هلا اللي بتقبلوه العرب من وجهة نظري السوري، بس في طبعا العراقي، وفي لبناني، وفي الاردني، بس غالبيه ترى الاعمال اللي نسميها خالده زي عدنان ولينا الدبلجه كانت عراقيه كويتيه، مظبوط. زينه ونحول كانت لبنانيه، سندباد نعم، جريندايزر. بس من التسعينات لهلا يعني حسب قديش وقت كله سوري. طب وش اللي يميز السوريه عن اللبنانيه كدبلجه؟ الدليفري تبع اللغة العربية فيها مختلف؟ ايه نحن العربي عنا كثير مهتم فيه كثير، يعني تخيل انه مثلا المسلسل لما بيوصل بعد ما يترجم بإعداده بيمرق على 6 أو 7 اشخاص. هذا البروسيس ما يمر على بقية المدارس يعني؟ ما عندي فكرة، بس حتى يعني لغويا كثير كثير مهم، لغويا واخلاقيا كل شيء.